منهم وانت منهم دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد اتحداك الشاورما البطله وين عشاي ايش كان طلبك اثنين شاورما شطه مايونيز ابعه الحين ايش طلبت اربعه ولا اثنتين تنكت انت وجهك ابع يعني طبقه واحده ماكل يا الفرامه اوه هذه الطبقه الواحده اقول ايش ما تشبع درج درج وراك تاخذ طلبي يا مو يا كنت جيعان واكلتها سريع سريع ترى الموضوع صغير لا تكبره خذ هذه حقتي بالكاتشب لا يا شيخ تكلنا على مزاجك تعرفني ما اكل الكاتشب بالشاورما خلاص كل ابو طبقه دي وانا اكل ابو الكاتشب انا ما اكل بالكاتشب تبيني اكل عقب ضروسك ها دور مشاكل انت انت قليل ادب وغير محترم قليل ادب وغير محترم عشان شاورما وطبقه واحده سري يا بزر انت البزر يا ورع دزها بس يا بكايا يا بكايا ايوه يا بكايا يا ابن الحلال كان مشيت الموضوع ترى كلها شاورما اقول دزها انت الثاني مو باول مره يسويها اسمعوا لي صيح هذا شكوش كله منكم بكيتوا عشان شاورما اخس عليكم اقول اطلع بكايا تراك بكثرتوا عليه وشكوش صاير حساس ايش عندك انت هنا انت ولده وين اهل يا عيال ما في احد قل لي يا شاطر مو اسمك خوفته يا شبهه معلش بابا خذ دق على ابوك ولا دق على اي احد جلسه مع الكفو تسوى ملايين ولا السلايب ما منهم رجال جلسه مع الكفو تسوى ملايين ولا السلايب ما منهم رجال جلسه مع الكفو تسوى ملايين السلايب ما منهم رجال واللي مخاوشر وهم مسكين انا اشهد انهم عاشوا في شقا واضحه وصريحه هذا يبينا جلسه مع الكفو انا اقول ندق على الشرطه هبول انت بتنكبنا الولد ما يحاتي يعني حنا اللي خاطفينه كلهم هناك مخ شوكش اللي خلى باب استراحه مفتوح حرام يا الشاورما يدرس مع اخوي عبده طيب اسال اخوك يمكن يعرفه وش يدريك انه يدرس مع اخوك لان اخوي عبده يا ذكي معه نفس الكتاب لغتي لغتي ما قدرك بوكسي كل السعوديين يدرسون نفس الكتاب ذا جيبه سبحان بن غيلان مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية سبحان الخالق قبل 10 سنين كان عندنا طالب نفس الاسم ونفس الشكل طيب ما عندكم عنوانه ولا رقم هلا والله للأسف ما عندنا أي معلومات عنه